بقيادة الحاخام وعضو الكنيسة الإسرائيلية يهودا غلاك، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، وذلك بمناسبة ما يسمى بعيد الأنوار. والاقتحام كان من باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال. سوشيال ميديا فلسطين رصدت لحظة اقتحام المستوطنين اليهود لباحات المسجد الأقصى. دعونا نشاهد. فراس الدبس مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس قال في تصريحات له إن نحو 91 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من الصباح وسط تقديرات بزيادة هذه الأعداد. وأضاف في مداخلة لقناة الجد بنشرة الظهيرة أن أعداد المتطرفين في الفترة الأخيرة أصبحت كبيرة للغاية، وذلك بعد ازدياد الهجمة الشرسة من الأحزاب اليمينية المتطرفة وبمباركة بالطبع قوات الأمن الإسرائيلية.